بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل وتتواصل جولاتنا، نجيو للضاحية الشمالية اليوم، نجيو نبقاو بليتو في الضاحية الشمالية. نعرفوا أنه نهار الأحد كنا في حلق الواد، البارح كنا في الكرم، اليوم نجيو تحية طيب المهيري للعوينة، تحية كبيرة لزملائنا اللي لهنا، بون أمين الامتراوي ما عادش توا لهنا، هند الماجدي وغيرهم، يظهر لي ثم حتى ناس أخرين ما نستحضرهمش، تحية ليهم كما تحية زادة للفريق اللي رافقني اليوم، الأمين محمد أمين البرني يأمن في الصور هذية، وليد الخضيري هو موظف الفريق بعد غياب طويل ومش عاجبه كيني هكا، لأني يعني نخزر لهم تعب النوم ولا حاجة كيما هكا وليد الخضيري. وكما عمل خالد سبينجر البارح، هو زاد لابس لنا بافات نتاع فريق معين، ما نعرفش احنا بالله ادارتنا عملوا لنا بافات محسوت عليها نسمه، والا كيما عامل امين البرني بافات نتاع ليكيب ناسيونال، لما لا احنا خليونا نعملوا بافات فيها نسمه وكهوا ونوليو ظاهرين، معناها على الاقل فيها الشعار نتاعنا هذايا، باش سي وليد ولا سي خالد سبينجر ولا غيره ما عادش يلبسوا لنا بافات نتاع فريق، وربما يعملوا لنا معناها حاله نتاع ناس اللي ما تحبش الفريق هذاك تولي متغش على نسمه، ما يعرفوش سي وليد. على كل احنا جينا للعوينه ونعرفوا العوينه، حكينا برشا على المرشي نتاعها، ما عادش نحب نحكي انا ياسر لانه كلامنا كاني ماهوش قاعد يلقى في اذان صاغيه، نحكي على البنيه التحتيه انا لهنا، دونك وتو كي ندخل نشوفوا قاعد نحاول باش نربح برشا وقت لانه ما نلقاوش ما نحكيه ورانا لداخل. وعلى ذكر الوقت، تحيه كبيره لنصاف بن عليا، ديما نحب ان البارح غلطت في الاسم نتاعها، نصاف بن عليا اللي قاعده توعي في العباد، قاعده تعمل في صيحه فزع كما كان عملها البارح وزير الصحه، معناها صيحه فزع كبيره ودموع معناها توجع برشا نتاع وزير الصحه. احنا نضموا صوتنا لصوتهم هما، وما ننساش صديقي شكري النفطي المكلف بالاعلام، وما ننساش زاد كيف كيف صديقي الدكتور محمد الرابحي، دونك هذوما زاد كيف كيف هذوما كلنا نحييهم. انا ديما نحب نحكي على انه احنا في وقت نتاع جائحه ووباء، اللهم عافينا ان شاء الله ربي يعفي، معناتها ان شاء الله ربي يبقي علينا وعلى امه محمد وعلى البشريه جمعاء ستره، لكن يلزمنا نحاولوا باش نقاوموا هالوباء هذا، نقاوموه بحاجات بسيطه، ديما نرجع حاجات بسيطه، راني نعاود في نفس الكلام وباش نقعد كل يوم نعاود في نفس الكلام وفي نفس الملاحظات. البافيت هذه اللي معناها اثبتت الدراسات وانها على الاقل هي تحمي بنسبه 70% تقلل من وتبعد علينا الوباء هذا. نزيدوا معاها جال المعقم، عندك جال في الكهرباء وليده؟ اي باهي صحيت هكاك نحبك. الجال هذا باش نمسحوا به يدينا توا مباشرة بعد الحصة، باش نحطوا يدينا في الجال احنا ونمسحوهم، صابون الاخضر جافيل وغيرها من المواد اللي تنجم معناها على الاقل تساهم في انها تحمينا. وتوا يا امين بعد ما ذكرنا العباد باللي كيفاش نجموا نتصرفوا في هالوباء والتباعد الجسدي هذاك، اكل المترو، المترو اللي ما بيني وبينك وهاوك الميكرو هو اللي شد لنا جول، هات نخبيو الجال يا سيدي. ونجيو للاسماك، احنا لهنا راهو الاسماك كلها نورمالمون كلها بحريه، كلها بحريه ولا فيها اللي مش اليوم ناقص شويه، ثم الدوراد هذيا مربيه مربيه ولا متربيه؟ الفاج 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 والباقي كله خوط بحريه. باهي هذيا الشروح جره ب 16 دينار و800، الورقه المربيه 13 دينار و800، الصوبيا قدا سومها؟ الصوبيا 18 هي والشفرات، هي والشفرات 18 دينار، المونشتو هذيك الحمراء 9900، لمبوكا تارو دربوكا ب 14 دينار وقد ايه و 800 مليم. دونك احنا شفنا الاسماك باش نشوفوا اللحوم الحمراء هوني هو بجنبنا قد يا امين، فوالا ندخلوا للجزار. السلام عليكم. شنو احوال اللحوم الحمراء؟ يعطينا البورصه نتاع اللحوم الحمراء لهنا في العوينه، حي طيب لمين؟ البورصه الحم محلي الساع باش نبداو واضحين، وفي بالكم تقطع كي لومبورتي ولا 29900 هكا بلاتي. تفضل كيمون نحطوها هكاك تو يعرف هذا يقص. تعرف تقص انت الحم؟ فرق يا زيد تشاهي فينا مالا ولا العلوش قداسهم كيف
كيف كيف هاي كيف كيف القديد 48 هاي كبلات 48 دينار هو هو ينقص 50% في الميزان 50% معروف هو كيلو ب 30 نورمالمون راه ب 60 احنا هاكا 48 باش يبدا فيه شويه خرج وتحبوا العباد وتحبوا العباد مريقل توا ذا نجموا نعملوا بيه محمصه بالقديد الله يخليك يعيشك يعيشك امين باش ندخلوا توا ما يسالش انا نتبعك اهيا 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 دبوس الجال امورنا وانت وين الجال نتاعك ايواش سلاح كبير صحيت ربي ربي يبقي ستره ربي يبقي ستره ان شاء الله امشي امشي نتبعك امين ما يسالش نتبعك انا يا امين سايس روحك سايس روحك عسلامة حاجة أهلا بيك معنا ومعاك إن شاء الله يعيشك أكدت مات معدا سايي ما حكينا عليها بدينار و300 الفلفل المسكي اللي هنا ب 3800 وبطاطا بقداش يا معلم 16 البطاطا بطاطا قداش سومها بلا فلوس خذ يا مدام ولا سمعتوا مش قالك بلاش فلوس خذ لهاد خل نهز اي برا هز برا هز هو قال بلاش فلوس وانا انا قاعدين نصور قالوا مادام يصوروا يجا هزوا بلاش بركاتك يا كاميرا نسمة عندك الحق اهلا بك برا هز مادام قال هز بلاش هو قال هي ما بتبعتها طالعة الدنيا انا هز وبرا قد اخذيتها البطاطا قد والله 1780 بابا بابا با. كهوة اليوم ماذا كهوة عندها مدة وهي طالعة أهلا يا حاج منور المرشي عاد اليوم الله ينورك عايشة ما عادش تغيب أنا احنا والظروف نتاع الخدمة ربي معانا ربي معانا يا سيدي ندخلوا لداخل يا أمين هم شنو حكاية الفلفل اللي دينار زاد في 2070 البصل هاكا هذيك البطاطا دينار و725 مليم لا خذ الفلفل ساعته ومن بعد تفضل اي خذ راحتك عايشك هاكا 3800 فلفل المسكي يا رسول الله هذا راهو في نهارين تقريبا نهار الاحد ب 2700 اقصى سعر هاو اليوم ب 3800 طماطم 1840 هذا راهو في نهار في 48 ساعه اجا ندخلوا بحض القيدوم غاديك الله ينكم كيفاش يا حاج؟ ريت الدنيا كيفاش غليت ما. غليت برشا ما عادش يعني هذا ما بين نهار الاحد اليوم ثم دينار زياده ايش عاد تعمل؟ تكلم يقول لك هذاك هو ربي جريها على السلاح هكا هو بون ما نحكيوش على القراع مش وقته زاده كيف 3750 خلينا نبعد ويجا نشوفوا الخضره تعرفها مرقة البروكلو بنينة هاي لا تبدو نعرفك هروقي يا أمين البرني شنو هذي 5700 هذي اللي تحب عليها أنت مرة أخرى وسيت عليها ولا اللوبيا الحمراء الله يعينك يا حاج قداس في النار يا حاج دينار و380 هي هاني نشوف هاني نشوف الشتوي دينار و840 والبسباس قداه اليوم الربع 980 الكيلو ما ثم اللي يبيع بالربع ثم اللي يبيع بالكيلو خلينا نمشيو للنصبة هذيك وشويه فحات غادي ها مواد التنظيف هنا على عينك عندك الجيل ايجا 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 خلينا هذا احنا توا في ظرف اللي احنا نشجعوا في العباد شنو الحاجات اللي نجموا نعقموا بهم من خلاف الجال يا حاجه؟ الجال وشويه جافيل وشويه غريزي وشويه بارفان وشويه والحمد لله هو نظف الصابون الاخضر هذاك بقداش؟ الصابون الاخضر هذا دينار 500 هذا 500 هذا 500 نظيف به حاجه به وسلعه به وسلعه ماشيه والحمد لله الحمد لله وكهو لا يلزمنا يلزمنا نشجعوا العباد ونحسوهم ربي يجيب القسم لكل حد هذاك متفاهمين فيه متفاهمين فيه يمشي وليد الخديري
تويك عاون صاحبك هكاك كيما قاعد تعمل توا. سي سا ردوا ايواش خير عاد نوليو شويه خلي المراه تتعدى خاطر ما تحبش هذيك بدينار و800 هاكا لا باش نقعدوا نعاودوا راه باش تلقى الاسهم كلها كيف كيف ب 4000 البنانة هوا باربع دينارات به دينار و600 البطاطا امين جست تخوذ بانو على الغله وانا تو نسمي الاسعار مثالش كيف نزيدوا دقيقه مثالش هو تحيه لزملائنا واصدقائنا في الضيف ب 2300 الرمان ب 4800 فك علينا من العنب خمسه واربعه هيك الشنوه حتى سومها كاين بليان هاكا مادامها شنوه هي دونك احنا هكايا يا امين باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في حي الطيب المهيري سوق البلديه حي الطيب المهيري العوينه نلتقي غدا باذن الله في موعد متجدد مع تسوق وتذوق وانا ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح الى اللقاء.